مستمرين مشاهدينا ببقية فقرات دبي هذا الصباح، ورح ننتقل لفعاليات أو إرادك الديكور، بما أنه Homes R Us أقامت فعالية خاصة كشفت فيها النقاب عن تشكيلاتها الرمضانية الجديدة، وقدمت فرصة للمهتمين لتنسيق أفضل الخيارات يلي بتتناسب مع أجواء الشهر الفضيل. طبعا وتشتهر بتشكيلاتها الواسعة من القطع ذات التصميم الحديث العملي، والتي تلبي احتياجات جميع العائلات، ومجموعة واسعة من قطع الأثاث لغرف المعيشة والنوم وغرف الطعام وأيضا المطبخ، بالإضافة إلى الإكسسوارات والديكور المنزلي. نتابع المزيد في التقرير التالي. أجواء احتفالية أسرية دافئة ومميزة تزامنا مع شهر رمضان المبارك. أطلقت Homes R Us العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات والديكور مجموعتها الرمضانية الجديدة، التي تتميز بتصاميم كلاسيكية وأخرى جريئة وغير تقليدية. فعالية خاصة تكشف فيها عن تشكيلاتها الرمضانية الجديدة، وقدمت فرصة للمهتمين لتنسيق أفضل الخيارات التي تتناسب وأجواء الشهر الفضيل. ولأن الطاولة هي المكان الذي يجمع العائلة خلال شهر رمضان المبارك، قدمت Homes R Us تجربة عملية لترتيب طاولة الإفطار بطريقة مبتكرة وجميلة، مع اختيار الألوان والأشكال التي تناسب مختلف الأذواق. هلأ طالما نحن عم نحكي عن إفطار، فلازم نحط الإكسسوارات الرمضانية، أكيد الفوانيس، الشموع. ممكن وقت نروح نختار السيتاب للطاولة نختار معه نابكنز مكتوب عليه أشياء العلاقة برمضان، هيك تعطينا الفايبس الرمضاني. الألوان اخترت الروز جولد لأنه سمو هيدا اللون هلأ كمان كتير دارج، وهي دائما هيك بتحس الناس بتحب ألوان الجولد والروز جولد على رمضان خاصة. دائما بيسألوني على الألوان، وأنا دائما بقول إنه كل الألوان حلوة، بس نعرف ندمجها مع بعضها، نختار الألوان الصح مع بعضها. يعني إذا ما في روز جولد ممكن ست البيت تختار أي شيء من ألوان بيتها أو أي لون هي بتحبه وتدمجه مع اللون الصح، سو بيطلع شيء حلو. فعالية قدمت للزوار فرصة للحصول على تذكار مميز بخط الفنان عبد الغني فلالي بابا، الذي أسعد الحاضرين بفنون الكتابة بالخط العربي ولغات أجنبية مختلفة. حصل الحضور على فرصة مميزة لاختيار هدية غير مألوفة، وهي تركيبة عطرية شخصية يتم اختيارها بمساعدة خبراء في مجال العطور. وقدمت Homes R Us تصاميم وألوان ولمسات متنوعة تضفي لمحة فريدة من الذوق عبر تشكيلات من قطع الأثاث والديكور والآنية المنزلية، إضافة لصورة تذكارية يحصل عليها زوار Homes R Us من تصاميم متنوعة الأشكال والمواد، مما يضفي تجربة مختلفة لزوارها خلال شهر رمضان المبارك.